الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ولا نقبل كذلك قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة. هو يقول كذا: مذهب الحنفية أن الطمأنينة ليست ركنا في الصلاة ولا واجبا. هل نقبل قولهم؟ الجواب لا. لما؟ لأنه على خلاف الدليل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اركع ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. فهو نص صحيح في وجوب الطمأنينة. فنحن نعتذر للإمام أبي حنيفة، وهو إمام من الأئمة نحبه ونجله وتعظمه قلوبنا، ولكن تعظيمنا وحبنا لا يجعلنا نقدم قوله في هذه الجزئية على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ونعتذر له أيضا في تجويزه للمرأة أن تنكح نفسها بغير إذن وليها. لا نقبل قول الإمام أبي حنيفة في هذا. فإن قلت ولماذا؟ نقول لثبوته لمخالفته للأحاديث الصحيحة. ففي السنن من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي سنن أبي داود وصحابه بن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل.